من جدة التراثية. وسط البلد. اتصال من البحرين. معاه خبر زين لكل اللي سأل. بسألك عن البحرين، كيف أهل المناطق؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يبا، معاك علاوي. هلا علاوي، أكلمك من البحرين. حياك الله يا أهلا بيك. حبيب قلبي علاوي، حياك. نعم، الله يلعن بحولك. شنو أساميكم؟ أنفال وأفنان وآلي. يبا شنو تشوف على الطاولة؟ والله أشوف شجرة كذا. هذه يبا اسمها شجرة الحياة. هذا أنا لي حوالي أسبوع جاي منها. هذا بوابة البحرين حبيب قلبي في المنامة. متأكد؟ إيه متأكد، ريحة هلي. سفينة وبحر. على الطاولة في ثلاث أشياء، كل واحدة تأخذ شيء منهم. كل واحدة تختار شيء. زين ريمة، اللي في يدك من شنو مصنوع؟ بخار. هذه شيء شنو يمثل حق البحرين؟ بس الغوص، صيد اللولو. كم مرة زرتنا من قبل؟ حوالي 4 مرات. تتوقع ليش سميناها هاللون؟ لها آلاف السنين وتعيش بدون موية. أي منطقة في البحرين مشهورة بصناعة الفخار؟ المنامة ولا عالي ولا المحرق؟ المنامة. خطأ، محاولة ثانية. يلا عالي. صح عليك، في عالي. شنو يجيب بالك إذا تشوفه بالبحرين؟ يذكرني بالمنامة وبالمحرق وهنا وربعنا في البحرين. الله يديم رخاءكم وازدهاركم ومنها وللأعلى. البحرين الحين هي الواجهة القادمة بإذن الله. بإذن الله، ترى بيتكم كوم. حبيب قلبي، الله لا يخلينا منك. البحرين عاد يعني أهلنا وأخواننا، حبايبنا وأخواننا وجيراننا وأرحام، كل شيء الحمد لله. أحبكم. عاد يأخذها معي. كيف عليك؟ تسلم، وأخذ هذه معها هدية تذكارية، لا تنسونا.